اوقاته اكيد نجوم ال2010 انتم عم تختاروهم وانتم عم تصوتوا لهم. اتصالاتكم ورسائلكم على 1766 موبايل من سوريا من كل انحاء العالم 00963144730 والاكستنشن 225. بانتظار مشاركتكم رسائل من سوريا اليوم فيكم صوتوا للفئات يلي انتم بتحبوها. اي حدا في فئه ما صوت لها ولكن طبعا ضمن الاسماء يلي وصلت للفينال. افضل مطرب ومطربة عربيا، افضل مطرب ومطربة بسوريا، افضل اغنية وكليب وافضل صوت جديد. اي حدا ما صوتوا له عن هالفئات اكيد اليوم تقدروا تصوتوا له باتصالاتكم ورسائلكم لحتى نفتح المجال لاي شخص يصوت للنجم يلي بحبه. في عندي نورة عم تصوت لمحمد باش، سيما من حسكي عم تصوت لمحمد باش، دوسينا عم تصوت لمحمد باش، مسج عم بتقول اكيد سامر جبرو بعشق ارضك سوريا، هيفا بتصوت لسامر جبرو وبتقول له بحب اغانيك كتير. مسج اخرى عم بتقول افضل مطرب عربي عاصي الحلاني، افضل مطرب رويدة عطية بسوريا، وافضل مطرب سوري سامر جبرو. مسج كمان افضل مطرب سوري سامر جبرو، افضل مطرب سوري اصالة. مسج اخرى بتقول افضل مطرب عربي فضل شاكر، افضل مطرب عربي اصالة، افضل مطرب سوري سامر جبرو، افضل صوت جديد نصيف زيتون. نهى بتصوت لافضل مطرب عربي راغب علامة. راغب ما بتخيل وصل للفينال احمد، ولا وصل ما كان موجود بالترشيحات النهائية. وكمان بتصوت لإليسا ولا سامر جبرو بسوريا. ومناخد اتصال. الو مرحبا باسل. مرحبا، يعطيك العافية. هلا مارك ديام، كيفك مارك؟ والله تمام الحمد لله. تفضل يا مارك. افضل صوت جديد نصيف زيتون. اوكي. افضل اغنية تر الحرية. افضل فنانة نانسي عجرة. افضل البوم نانسي عجرة. شكرا يا مارك. وبحب وجه تحية لكل جروب نصيف الرسمي. كمان على 1766 معنا. الو الو مساء الخير. مساء النور. كيفك باسم؟ يا هلا. اليسار معك. تفضل يا اليسار. بدي صوت لأفضل صوت جديد محمد. اوكي. محمد باش. افضل اغنية رح انساكي. في شي تاني؟ اللي بتحبيه اليوم تصويت مفتوح لكل الفئات. مفتوح. رح صوت لك افضل مطربة سورية اصالة مصري. اوكي. وافضل مطرب سوري شادي اسوان. افضل مطربة عربية كرمال باسل نجوى كرم. وافضل كليب لإليسا عبالي حبيبي. اوكي. وبدي اتشكرك لانه فتحت لنا الفرصة انه نعبر عن حبنا ودعمنا لابني محمد. وبدي اشكر كل جمهور محمد اللي عم بيحاول وما عم بيقدر واللي عم يبعث مسجات للكل. وبدي اشكرك عن جد كتير 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 باسل. شكرا يا اليسار وانا بتشكركم كتير. تحياتي. باي باي. باي باي. حالة من طرطوس بتصوت لسامر جبرو، هيبة من الشام محمد باش ورح. حالة من طرطوس بتصوت لسامر جبرو، هيبة من الشام محمد باش ورح انساكي. اتصال جديد. الو. الو. مرحبا. مرحب، انا هيفاء من مصر. كيفك يا هيفاء؟ الحمد لله تمام. يلا تفضلي تصويتك. اول صوت طبعا احسن صوت جديد محمد باش. اوكي. واحسن اغنية رح انساكي. وأفضل صوت عربي فضل شاكر. نعم. ومطربة عربية فيروز. أوكي. فيروز خارج عربية. خارج التصويت عن فئة أفضل مطربة يا هيفا. خارج التصويت يبقى نقدر نقول في عندك جو في عندك أصالة. برضو أنا بحبها قوي أصالة. أوكي. أوكي. وبعدين ممكن نحط أفضل إيه تاني ناقصي؟ أفضل فيديو كليب. أفضل فيديو كليب كارول سمح. شكرا يا هيفا. مرسي كتير. وكل سنة وانتو طيبين وكل جمهور البشاوي والروشي والناري بألف خير. اوكي يا هيفا. خليني هلا مشان ذكركم بالخمس الاسماء يلي وصلوا للفينال عن فئة افضل مطرب ومطربة بالعالم العربي لعام 2005 2010. بس بدي اقول انه هيدول الاصوات الاكثر اللي اجت بالفتره الماضيه وفيكم صوتوا لواحد او واحده منهم بس. افضل مطرب الصبايا مرشحات عن فئه افضل مطرب عربيه. وناخذ اتصال. الو. الو مساء الخير. مساء النور. معك انا ماريا من لبنان. كيفك عنا؟ ماشي الحال. كيفك انت؟ اهلا وسهلا. ينعاد عليك يا رب. وعليك يا رب وعليك كمان انت. بدي بلش
رح صوت أفضل صوت لكيس محمد باش, أحلى أغنية أفضل أغنية رح أنساكي, أفضل مطرب جورج مسكور, وأفضل مطربة نجمة كرم. أوكي أنا ماريا, Thank you so much إلك. شكرا لك. Happy New Year إلك. شكرا, تحياتي, باي باي. باي باي. يعني أنا بعرف قد ايه بتحبوا باش, بعرف قد ايه بتحبوا نصيف, بس صوته لأغنيات كريمة. مساء الخير وينعاد عليكم يا رب. باخد ألو. أنا مصحوبة. مرحبا. أنا لينا. شو الاسم؟ لينا. بدي تشكر اتصالك, يا ريت يكون اتصال أوضح من هيك حتى نقدر يعني ما نضيع وقت. أسماء بصوت لمحمد باش أريش, بتصوت لنصيف زيتون, مسج من آخر رقمون 85 محمد باش ورح أنساكي. أمل بتصوت لمحمد باش ورح أنساكي. أليسار كمان محمد باش ورح أنساكي. شاهيناز محمد باش ورح أنساكي. عبير, نجوى كرم, سامر جبرو ومحمد باش, التصويت لألون. كمان 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 روان عم بتصوت لمحمد باش, مرح عم بتصوت لسامر جبرو, حنان بتصوت شكرا وبدها تسمع وائل كفوري. مسج اخرى عم بتصوت لافضل فنان سوري شادي اسود وافضل اغنية مريومة. اسماء مساء الخير عم بتصوت لاصالة ولفضل شاكر. كمان وصل تصويتك, بناخد الو. الو مساء الخير. مساء النور. يا هلا, مين؟ مي. مي من وين؟ السعودية. من السعودية. مي أفضل أغنية عربية, بس بدي تعطيني غنيتين مو واحدة. أنا بس بدي صوت لنصيف, أفضل صوت في جديد, وأفضل فنان سوري رويد عطية. بس هيدول؟ أي بس. ما بدك صوتي لأفضل أغنية؟ لا لأنه حصل خط. ودي وجه تحية لكل جروب. طيب. شكرا مي, شكرا, تحياتي لك, باي باي. هتابع مع المسجات. بنفسج من إدلب عم بتصوت لا نصيف زيتون ولا أغنية طير الحرية. عزة بقلك مساء الخير, تحياتي الكبيرة, عم بتصوت لوالك فوري ولا ننسي عجرم, كمان تحياتي لك. نورة عم بتصوت لرويدة عطية وحابة تسمع نرجع نلتقي. ليليان من طرطوس عم بتصوت لباش رح أنساكي, كمان مساء الخير. في ألو. مساء الخير. يا مرحبا. شو الاسم؟ بلكي بتبعدي السماعة شوي لأسمعك. أنا بدي أعتذر, أنا ما عم بقدر أسمعك, آسف جدا جدا جدا. وائلك بابا مع اتصال كمان. مساء الخير. مساك يا أغلى باسي. علينا محمد. لك العام تبي خير يا أغلى باسي. أنت بخير شكرا. أنت سالم يا رب. تفضل يا محمد. صوت جديد نصيف زيتون. أفضل مطرب سوري وفي حبيب. أفضل مطرب سوري أصالة نصري. أفضل مطرب عربي جورج وسوف. أفضل مطرب عربي نجوى كرام. أفضل فيديو كليب كارول سماحة خليك بحالك. أفضل أغنية محمد باش حنساكي. وشكرا كثير باسل. دقيقتين لانه في عنا كثير رسائل. بليز 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 رجاء خاص ما تعاتبوني ما عم بقرا رسائل, لانه يعني القدره الاستيعابيه لإلي ولا الوقت كثير اكثر من رسائلكم, يعني اقل من رسائلكم. ف يعني حقكم على راسنا من فوق ورسائلكم بالقلب واصواتكم عم توصل, يعني حتى لو ما قريت الرساله, بس انه هي مساله وقت فقط لغير. رماح من طرطوس بصوت لنانسي عجرم وائل كفوري. أسمى بصوت لمحمد باش. مسج من دون اسم. أفضل صوت جديد نصيف زيتون. أفضل أغنية طير الحرية. سمايا بتصوت لمحمد باش ورح أنساكي ورويد عطية وائل كفوري. وجوليا, جوليا ما وصلت للفينال بالتصويت عن الفئة العربية. محمد باش ورح أنساكي من سماح بتقلي باسل ليش ما عم تقرأ مسجاتي. شو في عم بقرأ مسجاتك. أفضل صوت جديد نصيف زيتون. أفضل أغنية طير الحرية مشلي من حمص. مجد تامر حسني نانسي عجرم كليب تعرفي بحلم بإيه. وأفضل صوت جديد نصيف زيتون. زهى بتقلي باش هو الأفضل وأغنية رح أنساكي. زهرة بصوت الأفضل مطرب سوري شادي أسود. أفضل مطرب عربي فضل شاكر وميرسي. خلود بصوت لشادي أسود وبدنا لقاء معه إن شاء الله. كمان أفضل مطرب وائل كفوري. أفضل مطربة جوليا, جوليا برجع بقول ما أنا موجودة بالتصويت. أفضل مطرب سوري شادي أسود. أفضل مطربة سورية رويدة عطية. أفضل صوت جديد محمد باش. أفضل أغنية رح أنساكي ميوش من حلب. الياس من الشام بصوت لنصيف. روان بتصوت لا محمد باش. رفاه من طرطوس بتصوت وائل كفوري محمد باش نانسي عجرم ورويدة عطية. دودي بتصوت لعمرو دياب شكرا جزيلا. سيما كمان لمحمد باش ورح أنساكي وباخذ اتصال. الو
ألو. مساء الخير. مرحبا. مرحبا. مين معي؟ لا معك إذاعة المدينة أفقام وأنا اسمي باسل محرز. أنت مين؟ مرحبا. أنسى عشان طولت بس. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة يا رب. مين معنا؟ الله سنة حلوة عليك. شروق بشية من ليبيا. يا هلا بالشروق. شو أخبارك؟ أهلين. الحمد لله. يلا تصويتك يا شروق. أفضل مطرب شاب محمد باش النجم المميز وأفضل أغنية رح أنساكي. حب وجه تحية لكم لكل محبين باش. كل عام وأنتم بخير. شكرا شروق. تحياتنا لكن وصف شادي أي شو اوكي اليسا البوم وكليب شادي باش وراح انساكي ميرفت عام سعيد لباسل والبشاوين عامله اختصارات فظيعه ميرفت شو ما تحط طيب يارا من طرطوس مساء الخير عم تصوت لجورج والسوف لا راح انساكي لنصيف زيتون تحيه لك شكرا لرسالتك مسج اخرى الرائع محمد باش راح انساكي وبس نور بتقول سمعنا بليز اغنيه راح انساكي سجا كمان صوت لمحمد باش بتوجه تحياتها لإلي ولحنان ولليليان ولهيبة ولنورة وناخد اتصال أخير قبل ما توقف مع فاصل إعلاني ألو ألو مرحبا باسل مرحبا صوتي واضح هيك؟ كتير واضح مين معي؟ مينة من الدروب نصيف على الفيسبوك الاسم بس الاسم لينا لينا كيفك يا لينا؟ الحمد لله تمام كيفك افضل صوت جديد نصيف زيتون افضل اغنيه طير الحريه افضل مطرب عربي تمام افضل جديد كمان الو الو مرحبا مرحبا كيفك باسل معك جنه عدن جنه عدن من اليمن كيفك الحمد لله كيفك انت اهلا وسهلا انت بخير وانت سالمه يا رب وكل جمهور باش سارة بتمنى لهم كل خير وسعادة ويحققون كل أحلامهم بسنة جديدة إن شاء الله إن شاء الله طبعا بصوت لنجمنا الرائع محمد باش ولرقاته الجميلة راح انساكي وإن شاء الله بتمنى لهم السنة الجديدة تكون سنة نجاح وانبهار إن شاء الله بتشكرك جنة عدن وشكرا جزيلا إليك باش على البرنامج الحلو والله استمتعنا معاكم إن شاء الله نلتقي في برامج ثانية وحلوة أنا بتمنى تتابعونا على مدار العام يا جنة عدن تتواصلوا معنا دائما ولا يهمك إن شاء الله شكرا جزيلا باي باي تحياتي لكل اللاراشين والبشوين واللاريون شكرا شادي أسود رجع نورة عم تصوت لمحمد باش سمير من حلب صوت لجورج وصوف ونجوى كرم بشار بصوت لمحمد باش ديانا بتقول أفضل مطرب سوري شادي أسود خلود عم تقول صوته لأبن بلدكم شادي أسود كمان عابد يعني بتشكرك على ذوقك العالي وهذا شيء بيسعدنا هذا الكلام نسمعه منك بيدل على أخلاقك العالية شكرا جزيلا لك محمد باش ورح أنساكي أكيد باسل والمدينة تغني من سمايا مساء الخير ميوش من الشام بتصوت لطير الحرية ونصيف زيتون ولنانسي عجرة مع فئة أفضل ألبوم يانا بتصوت لنصيف زيتون ولا أصالة ولا أبو وديع ولا نانسي عجرة مروان عم بتصوت لمحمد باش ورح انساك لمحمد باش وبشار عم يصوت لمحمد باش عشقات نصيف عم تصوت لنصيف زيتون وطير الحرية طيب ناخذ اتصال ألو مرحبا باسل مرحبا أنا ريفين ريفين كيفك الحمد لله كيفك انت باسل يا هلا خلينا نصوت يلا يا ريفين بس بدي صوت لأفضل صوت جديد محمد باش وأفضل أغنية رح انساكي لأنه رح ينقطع الخط شكرا ريفين قبل ما ينقطع الخط كل الكل كل عام وهم بألف خير يا رب احنا دائما مجتمعين على أحلى حب إن شاء الله شكرا لك شكرا شكرا لينا بتصوت لنصيف وطير الحرية وبتقول تامر حسني عربيا الأصار النصيفي عم تقول محمد البرقي بوجه تحياته لأبو خليل وبيصوت لأغنية وكليب ويلك من الله لأمل حجازي هيبة عم تصوت لمحمد باش ليليان عم تصوت لمحمد باش وبتوجه تحياته لكل فانس لراش كارلا عم تقول أربع صوت شاب محمد باش وأفضل أغنية رح أنساكي مجد بتقول بحبك كتير أو بيقول بحبك كتير باسل بدي صوت لألبوم اخترت صح ولا سامر جبرو مسج عم تقول ألبوم فيروز هو الأجمل وأفضل صوت جديد هو لنصيف زيتون علا عم تهدي تحياتها لحبيبة باسل وعم تصوت لأغنية جو أشقر مهيبر وعم تصوت لوائل كفوري عن فئة أفضل مطرب عربي ناخد اتصال ألو 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 مساء الخير
مساء النور. يا هلا، مين معي؟ بدك توطي صوت، اسمعني على التليفون. بسمعك على التليفون. اسمعني على التليفون، وطي صوت الانترنت عندك او الكمبيوتر، اسمعني على التليفون. مين معي؟ بحكي معك من قبرص. من قبرص، اهلا وسهلا فيك، شو اسمك؟ محمد. كيفك يا محمد؟ يا اهلا. شو جنسيتك محمد؟ سوري. قد ايه لك عايش بقبرص؟ 3 سنين. 3 سنين، امتى ناوي ترجع؟ والله ما بعرف. شكلك مانك ناوي. لا مش الهيئة. موفق بجميع الاحوال محمد، ان شاء الله امورك تكون تمام بالسنة الجديدة، وتفضل اذا حابب تصوت او توجه تحياتك لاهلك. حابب تصوت محمد باش. اوكي. راح انساكي. لا شكرا لك محمد، وصلت الفكرة. كمان بيقول مساء الخير لك اياد مرهجن، عاد عليك تحياتي الكبيرة على 1766، مستمرين بتلقي تصويتكم، افضل مطرب ومطربة عربيا، افضل مطرب ومطربة بسوريا، افضل البوم اغنية وفيديو كليب وافضل مان. الو الو، مساء الخير. مرحبا باسل. مرحبا. يعني انا رح يصير معي جلطة. سلامة قلبك، قلي لنا بس قبل بوقت لنلحق نطلب لك الاسعاف. مرفت من الدين. مرفت. اسعاف عندكم سريع ولا وسط؟ هلا هون في كوارث طبيعيه. اوكي، مشان نلحق نطلب لك الاسعاف قبل بوقت. اول شيء بدي صوت لابني واغلى انسان عندي بحياتي كلياتها لمحمد باش. اوكي. وبدي اكيد صوت لغنيته رح انساكي. وبدي عايد عليكم كلياتكم بال 2011 وبتمنى لكم التوفيق. شكرا. ولكل البشاويين والراسيين، واكيد لكل اللي بحبوا اذاعه صوت المدينه، كل سنه وانتم بخير. شكرا، وانت بألف خير ميرفا، تحياتي الكبيره لك. باي باي. سامر بصوت لمحمد باش والأغنية رح أنساكي. روان بتصوت لمحمد باش ورح أنساكي كمان. مسج بتقول أفضل مطربة إليسا وألبوم تصدق بمين، وأفضل أغنية عبالي حبيبي، وأفضل كليب أيضا. مي من حلب بتصوت لأفضل مطربة سورية رويدة عطية، وأفضل أغنية رح أنساكي، أفضل مطربة عربية كارول اسمعها، أفضل صوت جديد محمد باش. ناخد اتصال. ألو ألو، مرحبا. مرحبا، كيفك باسل؟ الحمد لله بألف خير. مين معي؟ معك مريم. مريم؟ مريم. كيفك؟ من وين يا مريم؟ أنا من الشام. من الشام. يلا مريم تصويتك. بدي صوت أفضل أغنية رح أنساكي، أفضل صوت جديد محمد باش، أفضل مطرب عمرو دياب، وأفضل مطربة كارول سماحة، أفضل ألبوم خليك، أفضل مطربة سورية رويدة عطية، أفضل مطرب سوري شادي أسود. شكرا شكرا يا مريم. كون. الو الو، مساء الخير. مساء النور باسل، ازيك؟ تمام الحمد لله. مين معي؟ معك نادين من كندا. كيفك نادين؟ الحمد لله بخير، كل سنه وانت طيب ليك ولكل مستمعينك. شكرا، وانت بالف خير يا رب، وان شاء الله عام سعيد على الكل. ان شاء الله يا رب. نادين تفضلي تصويتك. حابه اصوت لافضل صوت جديد اكيد محمد باش، وافضل اغنيه راح انساكي. بحب عايد محمد باش وكل جمهوره في كل مكان بالعام الجديد، وقول لهم كل سنة وانتم طيبين. شكرا يا نادين. شكرا باسل. شكرا شكرا جزيلا. باي باي. باي. لما تبطل تشرق شمس، لما الشجر يوقف همس، لما بيدبل كل الورد رح انساكي. لما تموت قلوب الناس، ولما نفقد كل احساس، ولما النار تبقى برد رح انساكي. مشتاق لك يلي كنت وحتضلي روحي وحياتي. طبعا بدي اتشكر كل يلي صوتوا وكل اللي شاركوا معنا خلال شهر كامل
من الحلقات المخصصة لاستفتاء المدينة اف ام السنوي، الاستفتاء الاكبر بسوريا، وبتخيل يعني قدرنا من خلال الصوت ننقلكم حجم المشاركة الكبيرة سواء عبر الاتصالات او عبر الرسائل او حتى عبر الايميلات. الاستفتاء انتهى وفرز الاصوات مستمر، وان شاء الله النتائج في حلقة خاصة يوم الثلاثاء المقبل 4 كانون الثاني 2011، الحلقة الاولى من المدينة تغني للعام الجديد. عن جد بدي اتشكر كل اللي اتصلوا من كل مكان بالعالم، كل اللي صوتوا، ياريت بقدر اذكر اسماءكم جميعا، ياريت بقدر اشكركم فردا فردا على ثقتكم ودعمكم لنجومكم وثقتكم بالمدينة اف ام وببرنامج المدينة تغني. ان شاء الله يا رب العام الجديد يحمل لكم كل السعادة، كل الخير، كل السلام. شو بدي لكم؟ بدي لكم الله يحمي سوريا، يحمي شعبها ويحمي قائدها، وكل عام وكل مستمعينا بكل مكان بالعالم بألف خير. لبكرة، بكرة سنة جديدة بتبدأ بعد الساعة 12 بالليل. بعرف انه في ناس بيحبوا يهربوا هذا اليوم يمكن لحتى ما يحسوا بالوقت عم يمرق، وبعرف في كتير ناس بيفكروا انه يوم مثل باقي الايام، ولكن شئنا ام ابينا فهو انتقال من مكان الى مكان على الاقل زمنيا. ان شاء الله يا رب هاي النقلة تكون نقلة خير. يا رب كل حدا كان زعلان وكل حدا كان مريض وكل حدا كان عنده مشاكل بال2010 تخلص، تبدأ سنتنا بقلوب صافية وقلوب بيضة وقلوب نظيفة. خليكن هيك أمنيتي لألكم بال2011، خليكن مع الناس اللي بتحبوهن، وخلي قلوبكن هي اللي تدلكن لوين لازم تروحوا. لا تخلوا الدنيا ولا تخلوا الظروف ولا تخلوا القصص يلي بتصير تاخدكن من ناس انتو حلمن وانتو أملن وانتو كل شي بحياتهم. ولا تخلوا الايام تسرق فرح عيونهم وبايدكم تسكنوا الوجع جواتهم. خلينا نختار صح حتى ما نندم بعدين. كل عام وانتو بألف ألف خير باسم أسرة المدينة اف ام، باسم كل مستمعينا. تحياتي من احمد عنقب الاخراج، اعداد وتقديم باسل المحرز. كل عام وانتو بخير. بقلبي مخبى اسرار كتير وانت بقلبي سر كبير، رح ضل حبك مهما يصير بستناكي. لو فرقنا هالزمان وخلقنا بغير مكان مش رح انسى يلي كان ولا بنساكي. مشتاق لك يلي كنت وحتضلي روحي وحياتي وتر ونغماتي. خليكي جنبي ولا تصدقي قلبي لو مرة قلك بقدر انساكي. تشرق الشمس لما الشجر يوقف همس، لما بيقبل كل الورد رح انساكي. لما تموت قلوب الناس لما تموت قلوب الإحساس لما نعرف الأرض رح نساكي. روحي وحياتي الأخير. الحلقات الأخيرة ولحظة